بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة دي صغيرة قوي، هنتكلم على الريسيماتيس سكويمس ديزيز. طبعا هو فيه ديزيز كتير جدا، بس يعني احنا هناخد بس الأهم فيها. بنقول ان الريسيماتيس سكويمس ديزيز زي السورايسيس وزي اللايكن وزي ترياز ألبا وترياز روزية وترياز روبرا بيريس. بنقول ده عبارة عن جروب of skin disease characterized by presence of erythema and scales. بيكون فيه lesions، فيه erythema وفيه scales زي السورايسيس واللايكن بلانس. بس احنا هناخد بس مع بعض من الديزيز دي كلها، ناخد اللايكن بلانس بس. اللايكن بلانس is one of the disease affecting both the skin and the mucous membrane. الاتيولوجي ده عبارة عن an immunological mediated disease، ويبقى فيه حتة جينية برضو أو genetic predisposing factor. ممكن يبقى فيه يعني ممكن يبقى aggravated شوية، ان يكون فيه psychological stress أو infection، وخاصة الهيباتيتس سي فيروس and الستريبتوكوكال انفكشن. يبقى لما نشوف قدامنا حالة لايكن بلانس لازم على طول نفكر في الهيباتيتس سي واي انفكشن زي الستريبتوكوكال انفكشن. ممكن يكون السبب كمان حاجة زي اللايت اور دراجز از انتي هايبر سنسيتيف دراجز. ايه هي الكلينيكال فيتشرز او البرايمري ليجن بتاع اللايكن بلانس؟ بقول فلات توبت تشايني بوليجونال فيوريشيس ايتشي بابولر ايروبشن. تاني فلات توبت يعني السيرفيس بتاعها بيكون فلات وسموث، تشايني في لمعه، بوليجونال فيوليشيس اللي هو مدي اللون الفيوليشيس اللي هو لون بنفسجي شويه، اتشي طبعا فيها هرش جامد، بابلر ايروبشن عباره عن بابيولز. طيب بيجي فين دايما او يعني اكتر اماكن بياخدها؟ هي الفليكشرز، الاماكن الفليكشرز بياخدها في اللايكن. بقول كمان انا ممكن الاقي سم بابيولز شو حاجه اسمها الويكهام سترايا، دي هنشوفها دلوقتي وهنشوفها كمان على الميوكس ميمبرين. بتبقى زي استراية كده او وايت لاينز موجودة على الليجنز. دي بيبقى ليها شوية اعتبارات في الهيستوباثولوجي، ان بيقول ان يبقى في الحتة ديت او الحتة اللي بيبقى فيها الوايت لاينز دي بيبقى فيه فوكال انكريس في السيكنس بتاع الجرانيول لير. فاكرين لما اخدنا الجرانيول لير اللي موجودة في الليرز بتاعت الابيدرمس؟ خدناها. طيب يبقى في اللايكن بلانس ان الاماكن اللي بيبقى فيها الوينكم سترايا ديت بيبقى فيه سيكنس في الجرانيول لير ديت. بيبقى في حاجه مميزه كمان قوي مع اللايكن بلانس، حاجه اسمها الكوبينر فينومينا. كوبينر فينومينا دي عباره عن ظاهره بتحصل ان بعمل نون سبيسيفيك اكشن يديني سبيسيفيك ليجن. يعني ايه الكلام ده؟ برضو كلام مبهم كده. يعني انا مثلا عندي ليجنز لايكن بلانز موجودة على الارض بدأ البيشنت يهرش فيها السكراتش دوت، السكراتش في الليجن، انا بهرش الليجن وبهرش السكين اللي جنب الليجن، صح؟ تمام. طيب هو السكراتش ده هل ده سبيسيفيك اكشن؟ لا، هو مش سبيسيفيك اكشن، هو ده نون سبيسيفيك اكشن، ده عبارة عن ميكانيكال اكشن نون سبيسيفيك. ولكن ممكن يكون كوز ان نفس المكان اللي اتهرش فيه دوت يطلع فيه سبيسيفيك ليجن اللي هو اللايكن. ها كده دي فهمناها. يبقى تاني الكوبنر فينومينا ده عباره عن نون سبيسيفيك اكشن زي السكراتش، تمام كده، هيديني سبيسيفيك ليجن شبه الليجن اللي موجود. ها وصلت الدنيا؟ تمام. ايه هي التايبس او الفيرس بتاعت الليجنز؟ ممكن الاقي كمان في فيزيكرا لايكن بلانس، ممكن الاقي ألسرتيف لايكن بلانس، وديت ممكن الاقيهم جدا في البقا الميوكوزا. ده منظر اللايكن اهو. تعالى نوصف تاني، فلات توبت تشايني فيوليشيس بابيولز
ايتشي طبعا باين قوي موجود هو على ايه الهند. زي ما احنا بنقول ان الموست كومن سايز بيكون في الفليكشرز زي ما احنا شايفين في منطقة الريست في بابيولز وفي الفلات توبد بابيولز الفيروشيس الايتشي التشايني دوت. شايفين الخطوط البيضة اللي احنا بنقول عليها اسمها ايه الوينكم الوينكم هامستراية ديت عبارة عن وايت لاينز ودوت قلنا ده كورسبوندنج للفوكال سيكنس للجرانيولر لير في المناطق ديت. الاورال ليجنز على فكرة فيري كومن في اللايكن بلانس علشان كده انا حبيت هو اللي اتك عليه او اللي دي لان لو انت بتشتغل يعني حاجة في الاسنان وجينا لقينا الليجن دي افكر بسرعة ان ممكن يكون البيشنت دوت بيعاني من لايكن بلانس ولازم اسال على هيستوري كويس جدا ولازم اعمل له الهيباتيتس سي لانك انت ممكن تخلع ممكن يكون في دم يبقى كده انت يعني في افكشن جامد جدا فانت لازم تحمي البيشنت من نفسه تحمي نفسك منه. برضو المكان هامسترايات الوايت لاينز موجوده واضحه جدا. كمان ممكن اللايكن بلانا يعمل افكشن للنيلز زي ما احنا شايفين بيجي على هيئه حاجه اسمها تريجيوم لونجيتودينال تريجيومز تمام كده بيكون في زي ثيكنس كده والونجيشن للايه السكين فولدز بالمنظر اللي احنا شايفينه ده وممكن الموضوع يوصل ان يحصل ديستراكشر للنيل خالص. ده شكل تاني للتريجيوم. يبقى التريجيوم ده حاجه سبيسيفيك لللايكن بلانس. ايه هي الكومبليكيشنز اوف لايكن بلانس؟ ممكن يعمل هير فولينج ده لو حصل طبعا افكشن للهير فوليكلز ممكن يعمل هير فول ممكن يعمل لي اتروفيك سيكاتريشيال الوبيشيا. ممكن يعمل كمان ايبيثيليوما في اللايكن بلانس اوف ميوكس ميمبرين تتحول طبعا لمالجنانسي. كمان ممكن يبقى فيه نيل افكشن زي ما احنا قلنا ممكن يبقى فيه هايبر بيجمنتيشن اوف النيل بيل ممكن يكون في سب انكل هايبر كيراتوزيس ممكن يكون في انكلايزيس ممكن يكون في تريجيم اللي احنا قلنا عليه تمام. كل ديت افكشنز للنيل وممكن الموضوع خالص يوصل لديستراكشن للنيل كله. معلش بس كده بنقول ان في الهايبرتروفيك لايكن في بعض الليجنز بيكون حصل فيها هايبرتروفي ده انا ممكن ادي فيه توبيكال كورتيكوسترويد او ممكن كمان اعمل انتراليجنال كورتيكوسترويد في الماوس وده مهم جدا زي ما احنا قلنا ان في ليجنز ممكن الاقيها في الماوس ممكن ادي مضمضه يكون فيها حاجه كورتيكوسترويد او ممكن اعمل انتراليجنال استرويد انجكشن. الحاجات بقى اللي هي يعني بيبقى فيه سيفير قوي او واخد مثلا جنرالايز ممكن ادي حاجات زي ريتونيك اسيد او فوتو كيموثيرابي ممكن الحاجات دي الجأ لها لو الموضوع سفير. يعني موضوع اللايكن الموضوع سهل بس يعني في كام تريكه كده نخلي بالنا منهم قوي في حاله ان هو احنا قلنا ان اللايكن نخلي بالنا قوي من الهيباتيتس سي فيروس ناخد بالنا من الاورال ليجن لازم نحافظ على نفسنا قوي لازم ندور كويس لازم ناخد هيستوري كويس اشوف لو في فعلا في سكن ليجن تانية تاكد لي الدايجنوزس. شكرا جدا لحضرتك.